وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، قرارات حاسمة للبنك المركزي، قراءتك لهذه القرارات ومدى تأثيرها على كبح جماح الموجة التضخمية؟ مساء الخير لحضراتكم. هو طبعا قرار في غاية الأهمية النهاردة بيتخذه البنك المركزي، طبعا نظرا لاتفاقنا مع صندوق النقد الدولي والمتغيرات داخل الأوضاع الاقتصادية، منها طبعا ارتفاع كبير كان في معدلات التضخم من العام الماضي، وتأثرت به طبعا كل الأسر المصرية بارتفاع كثير جدا في مستويات الأسعار. وجه هذا الأمر طبعا أن الدولة النهاردة قررت، أو يعني البنك المركزي المختص بالسياسة النقدية قرر النهاردة أمرين في غاية الأهمية. لا. الأمر الأولاني ده رفع أسعار الفايدة 600 نقطة، يعني 6% مرة واحدة، ده لتحجيم التضخم نهائيا. يعني أعتبر أن في وجهة نظري أو يعني توصيفي للوضع أن ده ممكن يكون آخر مرة البنك المركزي يرفع هذا الرقم الكبير جدا لاحتواء التضخم اللي هو كان متسارع بسرعة كبيرة جدا من العام الماضي. ده هذا الأمر الأول. والأمر الثاني كمان النهاردة حرك سعر الصرف وطرقه وفق آليات العرض والطلب في السوق لكل البنوك والجهاز المصرفي، وطبعا أدى هذا لتحرك سعر الجنيه المصري أمام الدولار من 31 تقريبا السعر قرب ال 51 جنيه. والأمر ده ترتب عليه أمرين في غاية الأهمية. لا. كثير جدا من الاستثمارات بتخش تاني داخل الجهاز المصرفي من تحويلات المصريين، أو أن النهاردة في يعني زي ما بيسمى كده القضاء على تراكم الطلبات الكبيرة اللي كانت موجودة، فيتم الإفراج عن السلع والبضائع. ده أمور النهاردة تقدر تحرك الأوضاع الاقتصادية، سواء بقى ما بيسمى بالتشغيل والتصنيع، وأيضا كمان بجذب استثمارات بالأخص سواء المباشرة أو الغير مباشرة. تمام دكتور مصطفى، في هذه النقطة يعني خاصة ونحن بانتظار الإفراج الجمركي في الغد تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء من ميناء الإسكندرية وميناء وعدة يعني موانئ أخرى، تأثير قرارات اليوم على الأسواق مع يعني ما ننتظره في الغد من الإفراج الجمركي عن بعض السلع فيما يتعلق بتوافر السلع وبالتالي السيطرة على الأسعار؟ خلينا أقول لحضرتك والجمهورنا الكريم، هو النهاردة تم توفير العملة بالكامل لكل المستوردين. غدا دولة رئيس الوزراء بتوجيهات من فخامة الرئيس بيشرف بنفسه على الإفراج عن جميع البضائع من جميع المواني، وده في وجهة نظري اللي هيزود عمليات التشغيل داخل المصانع. لأن أكيد حضراتكم تعلموا كلما أفرجت عن يعني خامات الإنتاج ده هيعيد التشغيل بزيادة التصنيع في المصانع، فهيضطر يترتب عليه ان كثير من المصنعين او المستوردين او ما بيسمى بالمحتكرين او مخزنين السلع هيبتدوا النهارده يطرحوها في الاسواق. هيترتب عليه ان لازم هيبقى زياده في المعروض في السلع، فتقريبا هيخفضوا الاسعار خلال الشهرين القادمين بسرعه عاجله لتدبير الامور الماديه. يعني التجار والمصنعين هيسرعوا في عمليه التشغيل عشان يدبروا عمله للالحاق بالاستيراد مره ثانيه. لا. والأمر الثاني يا فندم في غاية الأهمية أن تحويلات المصريين النهاردة هتخش كلها داخل الجهاز المصرفي خلاص. الأمر الثالث أن السياحة إن شاء الله تعود بعودة كبيرة، لأن هتلاقي فيه انتظام في حركة سعر الصرف. فالنهاردة القرارات دي بترتب عليها العديد من الأمور اللي بتحسن الوضع الاقتصادي. أشكرك جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.